يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يظهر في بعض القنوات الفضائية سحرة دجالون يدعون علم الغيب، هل من قام بمشاهدة هؤلاء من باب الضحك عليهم وبيان كذبهم آثم؟ وهل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل منه صلاة 40 يوما؟ لا يجوز مشاهدة عمل السحرة إلا لمن يقوم بإنكاره والعمل على منعه وتبليغ المسؤولين لمنعه، فهذا يشاهد لأجل يتثبت، أما أنه يشاهد ويسكت هذا لا يجوز، ويكون أنه أقر المنكر رضي به ولم ينكره، يصيبه الوعيد لأنه رأى المنكر ولم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا أنكرته بقلبك ما تناظره ولا تجيله، إنما تناظره إذا كان تستطيع الإنكار بإحدى الوسيلتين، إما اليد وإما اللسان والقول. نعم.